الله عليك يا علي. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء في حلة حمراء أحسن من رسول الله كاملا في ذاته مكملا في الله قبله ولا بعده مثله في الأنام أبيض اللون مشربا بالحمرة وجنأته مروية أسود الشعر عظيم اللحية شديد الهيبة معتدل العنق في صفاء الفضة النقية ووجهه كأنه البدر ليلة التمام قمري الجبين حواجبه هلالية كحيل الطرف أهدب العينين وجميل الابتسام